معنا من دبي استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى مغربي للعيون دكتور أسامة عبد الحكيم. صبحك الله بالخير يا دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. دكتور، حين يرزق الوالدان بطفل يكتشف فيما بعد بإصابته بالحول، متى المفروض يبدأوا الآلية للعلاج أو حتى تفكير في عمل عملية للطفل؟ هو طبعا يعني ده سؤال مهم جدا. احنا اول ما يظهر الحول المفروض نبتدي العلاج على طول. يعني عندنا مشكله في فهم الحول مع الاهل، دايما بتقابلني على مدار 30 سنه من شغلي، يعني ان في ناس كتير فاكره ان الحول هو عباره عن تجميل، لكن هو منظومه الرؤيه عند حضرتك وعندي وعند اي شخص هي عباره عن حاجتين، ان العين دي كويسه والعين دي كويسه والاثنين قادلين والاثنين قادلين. بسبيهم زي كشافات السياره، النور هنا كويس النور هنا كويس والاثنين قادلين، ما يبقاش واحد معوج، وبالتالي لما يكون معوج المخ ما بيستخدموش. فدايما دي مشكلتي الاساسيه، يعني عشان نبتدي نقول لازم يعالجوه دلوقتي، لازم نقول ليه لازم يعالجوه دلوقتي، لان احنا منظومه الرؤيه كده نصها طاير، لما تكون العين محوله سواء لبره ولا لجوه ولا لفوق ولا لتحت، فالشخص ما بيستخدمش العين دي، العين دي لا تستخدم. برضه زي كشاف العربيه لو حادف كده او كده لا يستخدم. وبالتالي بمجرد ما اشك، مش اتاكد ان ابني عنده حول، مجرد ما اشك ان ابني عنده حول لازم اروح للطبيب، لان كده في خلل كبير جدا في منظومه الرؤيه. لحظه، ممكن دكتور يكون بيشوف بالعين دي كويس، بس لو محول لا، كل واحده لوحدها. طيب لحظه دكتور، يعني انت تقول ما بتستخدم العين اللي يكون فيها حول، ما تستخدم يعني ما يشوف فيها او يشوف بس ما يشوف بشكل سليم؟ طبعا لا 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 لا، ما بيشوفش بيها، المخ بيركنها. يعني خلينا نشبهها تاني، بحاول ابسط، زي كشاف العربيه، حضرتك لما الكشاف يكون حادف على بره هو شغال ولا مش شغال؟ شغال، بس حضرتك ما بتستخدمهوش، فهو العين شغاله بس المخ ما بيستخدمهاش. هيستخدمها ازاي؟ انا بصيت لحضرتك في الشاشه دلوقتي، انا الاثنين رايحين على الشاشه، لافترض ان انا عندي حول، فانا عندي عين رايحه للشاشه والعين الثانيه رايحه على الحيطه، طب المخ هيعمل ايه في الحاله دي؟ ما في عين رايحه للحيطه، والصوره اللي المخ بيستقبلها من الجدار والاولانيه من الشاشه، فالمخ ما قدموش حل غير احنا بنسميها بالانجليزي شات داون، يعني يلغي العين دي من حياته، يعتبرها انها مش موجوده. هي شغاله بس مش هيستخدمها، فبالتالي بيبقى هذا الشخص عايش بعين واحده. برضه زي كشاف العربيه، حضرتك الكشاف لو ضارب انت ماشي بكشاف واحد وبتروح تعدله او تستعدله عشان تستخدم الاثنين، هي نفس الفكره. الشخص ده بيستخدم في 50% من اللي ربنا ادهوله، وبالتالي انا لما بصلح له الحول برجعه تاني يستخدم 100%. طيب هي دي الفكره كلها. ده يعني ده اهم حاجه عندي في الحول، لان دايما الاهل متخيلين ان هم جايين يحلوا يخلوا شكلهم ابنهم احسن. أيوة لا، أيوة، رايحين يرجعوا منظومه النظر يعني الطبيعي بتاعها، ان عينينا الاثنين قادلين. العمليه يعني من باب اجراءات شكليه بس، لكن ما يعرفوا انه الحول ممكن يسبب مشكله صحيه فعلا. دي مشكله كبيره جدا، لانه هنا بقى عنده حريه الاختيار. ايوه طبعا. طب دكتور، متى تقريبا يبدا يبان الحول عند الاطفال؟ طبعا هنا بقى عنده حريه الاختيار، من 4-5 شهور لو في حول بيبتدي يظهر، ممكن بقى طبعا يظهر عن 6 شهور، عند سنه، عند سنتين، لغايه ما معانا بقى 4 سنين 6 سنين. لكن بدايه من الاربع شهور، مجرد ما انا اشك ان العينتين مش ماشيين مع بعض، ان في واحده فيهم مختله عن الثانيه، يبقى المفروض على طول اروح ادور على الدكتور واحاول افهم ايه اللي بيحصل، لان الاسباب بقى كتير جدا، بس لازم اروح وارجع على الدكتور على طول واسمع له. ومكرر تاني، واسمع له، خصوصا لما يكون دكتور متخصص زي تخصصاتنا في طب عيون الاطفال، مش مجرد ان انا رايح اكشف وخلاص. اسمع له، عايز تاخد سكند اوبينيون خد، عايز تاخد ثيرد اوبينيون خد، عايز تاخد راي حد تاني وتالت، لكن هنا ابنك في حاله خطر جدا ان هو ممكن يؤدي بقيه حياته، يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمه كده، بيعاني من صعوبات شديده جدا ما بين بصريه ونفسيه. بصريه انه عايش بعين واحده، يعني بيستخدم 50%، زي لو ايديه معوجه هو هيستخدم بايد واحده، التاني هيستخدمها ازاي؟ أيوة، فعايش أيوة بايد واحده، فانت بتروح تعدلها له برضه، فدي مشكله انه بيستخدم عين واحده. نفسيه طبعا يعني عد ولا حصر بقى، نفسيه طبعا التنمر، عدم التركيز، الاولاد بيقعدوا يقولوا له ده ايه، وهكذا. ايوه، تختلف شده الحول من حاله الى اخرى يعني، وبالتالي يختلف الاجراء الطبي اللي ممكن ينعمل لها؟ ده سؤال جميل جدا، لان انا دايما بوري للمرضى عندي كتب او صور المرضى قبل وبعد العمليه، فيجي يقول لي بس انا حول ابني اقل من حول ده. مفيش حول اكتر من حول، لان ربنا خلق عينينا عدله 100%،
يعني احنا مش هنلاقي شعب في جنوب افريقيا وشعب في جنوب اسيا عينهم محوله شويه صغيرين، عينهم شويه، احنا عينينا عدله 100%. فمجرد ما عينينا انحرفت شويه صغيرين او شويه كتير فهو حول ويجب تصحيحه، لان هي عينينا عدله 100%. عشان كده حتى انا لما بخش اعمل عمليه واصلح للطفل الحول، مش المفروض اطلعه احسن من الاول، المفروض اطلعه كويس 100%. يعني لو عينيه ضربه خالص كده وانا خليته كده ولسه محول، فهو محول، ما ينفعش اقول لاهله والله ده دلوقتي بقى احسن من الاول. مش زي المناخير مثلا كبيره وصغرها والله احسن من الاول، الودن كبيره، لان مفيش ستاندر هنا، مفيش حاجه يقيس عليها. لكن احنا عينينا عين حضرتك وعينيا، احنا بنكلم بعض، انت عين حضرتك عدله 100% وانا عينيا عدله 100%. طيب افترض ان في خلل 10% 15% هي حولت، طب خلل 50% هي حولت، الاثنين زي بعض، الاثنين ما بيشوفوش، الاثنين ما بيستخدموش العين، نفس النتيجة، الاثنين لازم يتصلحوا. طيب 100%. دكتور خلينا نتكلم في الدقائق، لازم نوصل نفس الهدف، عندنا دقيقة متبقية، خلينا نتكلم عن العملية، نسب النجاح، الريكفري حتى ما بعد او فترة النقاهة ما بعد العملية، ونسبة نجاح العملية يرجع من أسهل ما يمكن، من أسهل ما يمكن 100%، من 100%. دايما أقول للأهل إن عمليات الحول بتتم حوالين العين، يعني في البياض مش جوه العين. يعني لو شبهنا العين دي زي الغرفة اللي احنا فيها بنتكلم فيها والأجهزة، أنا ماليش دعوة بالأجزاء الداخلية، أنا ليا دعوة بالجدار اللي بره، أنا بظبط العين يمين شمال فوق وتحت، فبالتالي البصر الداخلي ما بيتأثرش، لكن أنا بوزن العين. فبالتالي دايما نسبة نجاح العملية تتراوح من 80 ل 100%. حتى لو كان أول مرة ما وصلناش 100% بنخش كمان مرة نوصل 100%، لكن في الأغلب بتبقى 100% بدون خطورة، بدون مضاعفات. الطفل بيطلع من عندي من أوضة العمليات عينيه الاثنين مفتوحين، بيلعب، بيدعك في عينه، بيمارس كل حياته 100% عادي. بيقول 100% يعني يغسل وشه وما يخش جوه في عينيه، يلعب الألعاب ويسافر، يعمل كل اللي هو يبغى يسويه. فعملية الحول من العمليات الآمنة الناجحة اللي هي سهلة جدا، واللي حرام حرام إن أنا أتأخر في إن أنا أجريها لابني. ويمكن دي الرسالة اللي بنحب نوصلها، خصوصا في دولة زي دولة الإمارات، اللي إحنا لو ما بنصلحش الحول فإحنا بنخلق جيل، بنخلق شباب هيبقوا بعد كده معوقين، لأنه عنده عين محولة، زي لو إيديه محولة، زي رجليه محولة، طبعا نفس الحكاية. ودكتور الآن أصبح يعني يمكن زمان كانت موضوع عمليات الحول أو أصلا الحول كان شوية في خوف من الأهل أو عدم وضوح، الآن طبعاً أصبح الطب تقدم جدا في كل المجالات، وبالذات في مجال طبعاً جراحات العيون والحول. صحيح، شكرا جزيلا لك يا دكتور، يعطيك ألف عافية على كل هذه التفاصيل. دور في حاجات كتير جدا جدا، شكرا جدا على وجودنا معاك. يعطيك العافية. من دبي استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى مغربي للعيون دكتور أسامة عبد الحكيم، بقية نهار سعيد يا دكتور.